قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. تفجيرات مدينة الريحانية جنوب الأراضي التركية والتي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى، حمل مسؤوليتها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، هذا بحسب ما ظهر جليا من خلال المظاهرات الحاشدة التي طالبته بالتنحي بسبب مسؤوليته المباشرة عن هذا التفجير، ومسؤوليته أيضا عن تمويل ودعم عصابات الإرهاب التي تعيث فسادا على الأراضي السورية. ليأتي مصدر بريطاني وصف بالرسمي على أحد المواقع الإلكترونية ويقول أن لدى حكومته قرائن ومعلومات تشير إلى أن التفجيرات الإرهابية الدموية التي حصلت في بلدة الريحانية نفذت بغطاء من المخابرات التركية، وأن أردوغان ضالع فيها شخصيا. وقال المصدر إن القرائن والأدلة التي جمعتها حكومته بطرق مختلفة تشير إلى أن المخابرات التركية وأردوغان ليسا بريئين، وتشير أيضا إلى أن التفجيرات نفذت من قبل جماعات إسلامية وبتسهيل من المخابرات التركية. تأتي هذه المعطيات التي قدمها المصدر البريطاني فيما تؤكد مصادر قضائية تركية وبحسب نفس الموقع أن رئيس الوزراء التركي اتصل شخصيا بالمدعي العام في المنطقة، أي في منطقة الريحانية، وطلب منه إصدار أوامر بمنع تغطية أماكن الانفجارات أو الاقتراب منها من قبل أي جهة كان. لم يخف هذا الشيء عن الشعب التركي الذي راح ومنذ اليوم الأول للتفجيرات يتظاهر بوجه أردوغان ووزير خارجيته، واستمرت إلى الآن، ولم تلقى من قبل أردوغان إلا القمع والضرب والعنف والسلاح. المظاهرات الحاشدة حملت أردوغان مسؤولية دعم ونشر الإرهاب في المنطقة وتحويل الأراضي التركية إلى معسكرات للإرهابيين، فما كان منه إلا الغضب والقمع. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة من قبل الشعب التركي هو كم ستصمد يا أردوغان؟ قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون